والو نهار زاد ما زبيتيش لولا تقبط السخانة. هنا بهذا البيت بحي ولاد الحاج بولاية عين صلاح تقطن عائلة صحراوي، ابنها يحيى يصنع المشهد الاجتماعي بحركاته اليومية حبوا بعدما أصابه الشلل وهو صغيرا. كيما نحط السخانة هذيك يعني خلاص، ومن ثم بدينا نتبعوا يعني فيه نتبعوا فيه كيف يعني قال له هو بدينا حتى الجزائر. أيوة. الناس بيطر بار وطلوا تما الطب وكلش لون راه مليح الطفل يعني في الناس متنتعوا مليح. جاو الخالي وخويا الله يرحمه لقاها بسخانشو هزوه ومشاو به هكا 8 إلا قول 11 هما هما نياه يطبقوا ليه في الضرا ويديروا في الماء البارد ويديروه ليه قعد ليه زعما لا يكشكش ويطل. خلاص شدوا الطبيب داك الوقت، نهار اللي شدوا قوليش من شوكات دقوها ليه في ذاك الوقت في مسطو قاعد الولد هكا هكا. رغم معاناته مع الإعاقة إلا أن طموحه يكبر يوما بعد يوم، وإن ساعفه الحظ سيجوب الأزقة والشوارع المعبدة بدراجة الكهربائية هذه، وهذا هو حلمه. حنا التراب دير حزانة مدير القدلون المدام من هنا إذا هنا يديروا دير القدلون باش نبدأ نمشي بها نبدأ نمشي بها هذا وكل شامع يمشي يحبى كيف الشتاء كيف الصيف. الطريق مازال راهي كيما كانت بين دارهم والقدرون تقريبا كاينه واحد 300 متر مش مهيئة. وضعية يحيى تجاوزت 20 سنة وهو بنفس المعاناة، لكن تشجيع المواطنين له وحبهم وتعاطفهم معه ولد داخل يحيى عدم الاستسلام ومشاركة المصلين صلواتهم بالمساجد ولو حبوا.